وانا من وجهه نظري انه ده مش كفايه، يعني مش كفايه ابدا ان المأذون يبقى حاصل على درجه الماجستير والدكتوراه الا لو كانت في الشريعه الاسلاميه. الو اي فندم. اي معلش يا فندم الخط قطع. حضرتك استكمل، كنت بتستكمل في جزئيه انا بعتذر لحضرتك. لا ابدا يا فندم، كنت بتستكمل في جزئيه ان احنا لابد ان احنا يكون في قانون يعاقب المخطئ. لا هو القانون موجود. لا ينفذ يا فندم، لا ينفذ القانون، لا ينفذ. ما لا ينفذ يبقى حضرتك انت وضعت ايدك على الحقيقه. بالظبط. الشهاده الصحيه المفروض انها ورقه رسميه. فاي تزوير فيها او اشتراك في تزوير سواء عن طريق المأذون او غير المأذون يعاقب بجنايه تزوير، بجنايه تزوير بورقه رسميه. بالظبط. لان الدوله لما قننت هذا الامر قننته لمصلحه الدوله كدوله. عشان ما يبناش اولاد مشوهين او ان يكون الزوج ليس لديه القدره او الزوجه. فبالتالي الزواج عشان الاستمرار وما يبقاش في طلاق ولا حالات من هذا القبيل، بنقول ان الشهاده الصحيه دي شهاده مضبوطه. الجزئيه الثانيه المفروض عدم المغالاه من جانب المأذونين لانهم بيفرضوا رسوم مخالفه للقانون، وبالتالي الناس بتهرب من سداد هذه الرسوم. وليس من حق الدوله كدوله ان هي تقول والله انا شريكه في المهر آجله وعادله، وانا حفرض رسم، والرسم كل ما يبقى مغالى فالناس بتخفف منه، ولما بتحصل مشكله بيبقى حق الزوجه بيضيع. يعني كل ما مش فارقه، مش فارقه. وفي بعضهم تبقى الست يعني بياخد وصل بتتنازل امانه، بتتنازل عن ساعات بتدفع فلوس عشان تخلص حضرتك، وساعات بيمضي على وصل امانه ترفع دعوه خلع. سياده المستشار احنا حضرتك لازم تكون معانا على الهواء، لان احنا تقريبا وصلنا نهايه حلقتنا. ذات المستشار سيد بحيري محمد بنهضر. انا خارج اعتباري لاوضه البرنامج والمشاهدين حضرتك وضيوفك. احنا ما زلنا في قضايا المراه وما زلنا هنتكلم في هذا الموضوع لن ينتهي. انا بشكر حضرتك جدا في سياده المستشار سيد بحيري. كنت عايز اقول له حاجه. احنا وصلنا نهايه الحلقه. عايزين كلمه. الو خط قطع. حضرتك كنت عايز تقول له ايه؟ كنت عايز اقول له ان احنا في قريه من القرى. تعداد القريه قرابه 30,000. مات مأذون القريه منذ ما يقرب من 10 سنين. ولم يعين مأذون لمده 10 سنوات، مع ان هناك من الخريجين الذين تخرجوا من كليات الشريعه ومن كليات الازهر من جامعات الازهر المختلفه، وهذه يعني مفاتيح لدخول اوراق غير رسميه داخل القريه، لان كل واحد مننا بقى يجيب ورقتين من اي حته ويكتب لبنت عمه، والتاني يكتب لبنت خاله، والتالت يكتب لبنت. لا دي ورقتين هنا هنجيبها حلقه كامله. ومن هنا بيحدث دي مصيبه، حته ورقتين. ورقتين اجيبهم لك لو عايزه دلوقتي. انا ممكن اتصل لك بواحد يجيب لك دلوقتي 10 عقود لحد دلوقتي. دلوقتي وانت قاعده معاك. مين هيفعل القانون؟ هو مين المفروض اللي ينفذ القانون؟ يعني هو القانون موجود. اللي ينفذ القانون؟ اللي ينفذ القانون الانسان. لا أيوة. لازم نعلم الناس احترام. احنا كبني ادمين احترام، لازم يبقى في حد فوق راسنا ينفذ علينا القانون، ناخد العقبه بتاعتنا، لان فعلا ده كده بقى احنا بنخطئ في المجتمع. السيد ككل. النائب العام ووزير العدل دول المسؤولين عن الكارثه اللي احنا فيها. رساله للنائب العام ووزير العدل. كارثه. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. الاستاذه عزيز كلمه اخيره. استاذه عزيز محمود. انا بس عايزه يعني اشير دايما انه القضايا اللي تعني بالمراه هي كتير. أبي. مش بس زواج قاصرات، ولكن هناك يعني مثلا بطالة المرأة، فقر المرأة، المرأة المعيلة، النساء المعيلات لأسر وعددهم يعني بيتزايد. احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي، احنا خلال السنوات الثلاث الماضية هذه المشاكل ازدادت بشكل مباشر، بشكل يعني كبير. العنف اللي كنا بنشوفه في الشارع، وانا بحيي من هنا، ولازم بس الحمد لله. لازم 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 نشكر وزارة الداخلية على هذا الجهد الفائق. كلنا بنشكر وزارة الداخلية والله على الجهد بتاعهم، لكن هم لهم دور في تفعيل القانون. والشرطة النسائية ايضا لازم نشكرها جدا. يعني على فكرة ولكن المشكلة مشكلة عقول وافكار وعادات وتقاليد اجتماعية وصحية سلبية. هم وصلنا نهاية الحلقة. على فكرة احنا واخدين وقت زيادة لان الحلقة خدت مساحة، لسه هنتكلم اكتر واكتر في مشاكل المرأة وقضايا المرأة. بشكر
فضيلة الشيخ يونس ابراهيم من علماء الازهر الشريف والاستاذة ازيس محمود وهي مديرة عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة. هيكون لنا لقاءات تانية اخرى باذن الرحمن. بشكركم، احنا كان كلامنا واضح قوي، القانون عشان نفعله نفعله من داخلنا. بشكر الاعداد منى شمس ومديرة التصوير الاستاذة ايمان نجيب ومخرجتنا جميلة الناس الدي ان. والى اللقاء وحلقة جديدة وبيت العالم.